الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوهم في المضاجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. داهد أن نجد أهلنا إن شاء الله نجر عليه هذا، لأن هؤلاء كرجة ويكهوا البدنيين. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مركو تجين الصحابة دي سويو أورنجري وحان دونا صلاة إن درست برسول كويدي صلى الله عليه وسلم، لكن مركان حسوستو علمها أويا يا إيه هو يدينا أي قداش إذا كنت كنا يسو لبت مركا علمه هو يدي أكوها يا يقول ولك أكوها يا يان حسوستا دهنا صلاة ديوان صوغا بيابو نبي عليه الصلاة والسلام. ساسو نبيين ني إلى لنجري عليه الصلاة والسلام إن لين إلى لينا حق بادو لذيهين وايو هاوينكو ومصنع وورشد ومدرسد وجامعة ومصنع ويانو وحا أدونك بشر جوغودن علوشينا إلهيكو صدح بوري. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث وكيلهي لها أبورك بن آذن كيلهي مركو كورمي وحويري ربيين وكيني أمي أيني قسمي علوش ما ركتاني لحذي ذا مراحل بدن با إلهي بلا آذن كان مركو أبوري وصومري مركو هروا نطفة وبيير الرحم كدح أولا يا فرتن مع الموت مركو لباد نبو نبي قد صلى الله عليه وسلم وحنجر ير أوليغا مركو صدحاد نبو نبي قد ووصلت يروحي لبويان أبورك مركي بن آدم كو أي مريان إلى هاي وحويري صدح مجد هوستو ذا أيام بن آدم كقصو سمي النبي إلى هايري علوش الدحدد ومجد ومدو الرحم كدحدي سوى مدو هذا نما ديرتي بقضو من ويد هوستي دونو ومجد ومدو بني آدم كان هل كاسا إلى هاي كوسو أبوري أما مخلوقة بني آدم كا كوى صانعين تي وحسما يا مركا وحسكوها جاجين يا مال إفتين إلا إكتان كساعدها جاجين يا مال إفتين وساعدكوها جاجيا كموبيل كا جاجين يا مال إفتين وحكوها جاجيا كإنجنير كا قلدة دسا يا مال إفتين وحكوشا يا وحكوك القرى ولكن إلهي عز وجل يسوى أبوري ويان وخالق إنه إن السمايان إفتين إلى هيك أوباهن ما هي صدح دام مقدمارك تاني هوستو دا كي نغوصو أبوري وإلهي تبارك وتعالى. ما شاء بني آدم كاللغو أبوري أنا دي وهاوينك إلى هيك جل وعلا الرحم كودا إلى هيك يالي هذا نمر كي هو يدو علمه أي قادة أي دشنا وحي نغنسا مربيد ويدا علمه كركرنسو بربارنسا
haddana mucallimad bay noqonaysaa oo ilmihii marka dambena iyada ayaa tarbiyadeynaysa. marka bini aadamkan ilaahay caza wajalla ayaa abuuray ujeedada ilaahay adduunyada noo keenu noogu abuurtayna waa cibaadadiisa weeyaan. ilaahay inaan ilownana maaha. yaa ayuha alinsaanu maa qararaka birabbika alkariim. yaa ayuha alinsaan, kan ilowshaha badan lahow baa ilaahay yidhi, maa qararaka birabbika alkariim, rabbigaagii kariimka deeqsiga ahaa maxaa kaa mashquuliyay cibaadadiisii oo kaa dagay? maxaa ilaahay kaa dagay? ma ilmahana dashay baad ilaahay ku ilowday? ma ninkaagan zawjkaagaad ilaahay ku halmaamtay? ma ziinada adduunyada ayaad ilaahay ku halmaamtay? inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan lahaa linabluwahum ayuhum axsanu camala. inaa jacalnaa, ilaahay baa annakaa ka yeelnay. inaa jacalnaa maa cala alardi, arlada korkeega waxa yaalla oo dhan, ziinatan lahaa, adduunyadaan ku qurxinay baa ilaahay yidhi. linabluwahum ayuhum axsanu camala, ayakana bini aadamkana waxaan ku eegaynaa oon ku ikhtibaaraynaa baa ilaahay yidhi, kooga camal wanaagsan ka shaqaynaya. daaraho adduunyada ka dhisani waa imtixaan, ubadkeenna quruxda badan la een haysana waa imtixaan, aqalkaada iyo materiyaalka dhex yaalla waa imtixaan, ziinadan adduunyada oo dhan waa imtixaan. almaalu waalbanuun ziinatu lxayaati dunyaa, awlaadiinna baa ilaahay yidhi iyo maaragtaani xoolihiinnu waa noloshan adduunka unbaa lagu qurxiyey, wax kale maaha baa ilaahay yidhi. walbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika thawaaban wa khayrun amala. baaqiyaat waa subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar, adkaarta iyo qur-aanka akhriskiisa iyo sadaqada lala baxayo iyo salaada lagu dadaalaayo iyo shareecadda ilaahay lagu dhaqmaayo taasaa inii baaqiya baa ilaahay yidhi. waxa la hididilayana taasaa ugu khayr badan baa ilaahay yidhi caza wajalla. ama waxaan agagaarkeena ku hareereysan, hadday tahay zawjka iyo hadday tahay inantaada dhashay iyo inanka aada dhashay iyo awlaadaada, waxa o dhan waa ziinati alxayaati dunyaa, noloshan adduunyada unbaa lagugu qurxiyey mooyaane wax runa maahine, waa wax beenbeene ugu, waa dhallaanteed. adduunkan markaan qof walba uu imanaya keligiiba hooyadii ka soo baxay, deedna markuu koray uu barbaarayna ninkiina gabadh buu egeegto uu jeclaaduu guursaday, gabadhiina iyaduna nin bay doorato way guursadeen, haddana labada maalintay isguursadeen waa la qoraayo, taariikhda way qoran tahay, oo qof walba taariikhda carruuskiisa waa u qoran tahay. haddana deedna haddii ilaahay awlaaduu ku deeqayna, ilmihii u horreeya u dhashay waxay u bixiyeen waa curadkii iyo curaddii weeyaan. haddana ilmihii labaad waa curadkii labaad ama waa curaddii labaad, imisaad ubad leedahay? labaan leehay, saddex baan leehay, afar baan leehay, oo may ma jireen marka hore? marka horeba adigu keligaa baad ahayd, ninkaaguna keligii buu ahaa, ubadkana markaa way nagu soo biirbiireen. marka dambena mid mid sida dadku u dhimanayaan ayaa qoysasduna waxaa iman doona, qofna uusan ka harin oo dhammaaday. maa qararaka birabbika alkariim, ilaahay ku abuuray ee meesha caloosha riximka dhexdeeda kugu soo abuuray saddex mugdi hoostood, maxaad ku iloobaysaa ilaahay? ma ilmahagaad ku iloobi? ma ninkaadaad ku iloobi? ma qaraabadaadaad ku iloobi? ma ziinada adduunyada ayaad ku iloobi? may adduunyadan waxba ma yaallaan, waxba ma yaallaan, meesha ay wax yaallaan waa aakhiro weeyaan. kun fi dunyaa kaannaka qariib aw caabiru sabiil buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. adduunyada waxaad ku ahtaa qof qariiba, qariib waa qofka dhulkiisii aanan joogin, ama qof jid ka tallaabaya ku ahow waddada imika, buundada waa la maraa, baabuurtu way martaa. hadduu qofku yidhaahdo bariijka dusheeda ayaan gogosha intoo qaado aan seexanayaa, waa majnuun baa la odhan. qofka waalana markaa dadkiibaa u fayowo inay qaataan ay xidhxidhaan weeyaan. hadduu qofku adduunyada dhex seexdo, adduunyada ismoodsiiyo inuu isagu leeyahay, qofkaas waa qof waalana, qof dhammaystiran ma aha. marka adduunyadan dadkii wal wanaagsanaa qoloftooda adduunka dul taallay
لكن قلوبتودو آخرادا أي وجهة أغادا جركو قوم بعد ديوة الدولية اللي بس أما قلبكو حق آخرادا وجهة قرآن كإلهي كغورنمي ركلي قرآن كلاقاما ورمينا حتى هاوين كانوا والله غورنمي أغادا مريم قرآن كغورنمي عائشة بنت أبي بكر بقرآن كغورنمي خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين بقرآن كورمي زينب أي قرآن كورمي وقرآن كاللغو شيغي زواج كيغينا قرآن كاللغو شيغي زينب بنت جحش رضي الله عنها مريم بنت عمران امرأة عمران مركي أركتي دلكي أي كن وليد ونقصان ديني دي أي كدعدي ومساجيدي وعدلاء وقف دين تكبرنا يا مساجد دي اللقوة أيي وأمد أدبي دي حق إذا أجلست مركي أركتي أي النذر وحي قشي تلي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إلهو نذر وحن كوغل يا إلمها علوش إذا كجرة إن الدين تاذا وقد يقدون وقف دين تي واكا لقسي جيستي لقيا عيدا بركا لوجه دي إلمها عادي سيسي وحن بلن كوكو قادة يا إن المساجد كمسجد الأقصى اللي إلا ذا إنتون غيريو وحل كا عمري دونو دين تاذا كشغيني دونو دان دا إلمهي في ليس ويل إنو النقضو لانا إنتا بدا دي النبي دو دو ويل رق بيها يانا قبض نبي دا قرآن كما شيغن رقو أيوم با إلهي النبي كسو ديغن أي وما أرسلنا من قبلك من رجال إلا نوحي إليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر وكيلها قرآن كلها أم بيد الله صدري ودرك بيها يان يدنا مركا ويل بأم لين سعلو شيني كسدتو لكن وحيد شا مريم آياد شي مركا بي إلهي برضا وحي كتري وإن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إله أنا قد مركا وروحا موضي ويل إنا وذي لكن قبض بأيد لتي قبض عسنا ماركتان إيادة يدريد يدنا وحن كان مغنقليي إن الشيطان كتاب شديس آديك إلى لسيد أيام كبريون كاغا مغان قليه إلهو إيغا مغان قليه بكتري لأن مركز إلهي دعا دي بكاء أقبلي مريم باليري ينبي عيسى والله بدا قف أدونك مركي مادين أون الشيطان أون تابن برسول كويري صلى الله عليه وسلم وقف كستو دشا مركو دشا واك بغاق 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 المهو أويا مركا أوه الرسول أدونك مادين الشيطان كي راع عليه القرآن كهاي القرآن كله شيء جاي لا صاحب أي آيات ثابنة يا ولكن مريم أنا متابن شيطان كاسب الله يري إن كذي عيسى بن مريم نشيطان كاسب متابن وإلهي بوجي لالي وإن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لأن هو يدود مريم هو يدود يا أبيه بدد ونعكسن بها يعني بدد ونعكسن أو دين له أو مساجد عمرة أو أولياء وإلهي أدو بيهاين وإلهي حجر في عن لله إلهي دعا دو دي ماركتاني نقول كما ديجيني والله أقبل دعا دو ديو مريم إيا إلمه نبي عيسى مركض نبي أيضا لدونتو إلهي أغا إلى ليبالي للشيطان كينو كتابتو مريم إلهي وحكو أرزاقي ولد بلا آباء ونبي عيسى عليه السلام لأن إلهي واسدو دون يالا ويان آدم عليه السلام عرّك لي إلهي كأبوري حوّن إلهي وحو كأبوري فهد نبي آدم بو كأبوري نبي عيسى بلا آبا إلهي أبورو أمنا أم عيسى يا إلهي كأبوري علو شيدي مريم بشر كالو دن وحا لغا أبوري لبا والد دحو دن لغا سوساري دن مريم وحي نغوت قبر إلهي عجد في عن لليه xiriirka ilaahay la lahayd wuxuu gaaray heer cuntaday cunaysay in samada looga keeno inagu waxaan u haysanaa ragga oo inay awliyo noqon karaan ya ragga oo culimo noqon karaan oo ragga oo ilaahay u dhawaan karaan may gabadhaasina gabar saalixado taqiyado ilaahay cilaaqo la labayahay bal quraanka ayaa sheegaya malaa'igta hadalka malaa'igta ay maqli jirtaa layd ملائكته مريم هذا الملائكه ومغليسي واذ قالت الملائكه يا مريم اقنتي لربك والزدي واركعي مع الراكعين وكيل اهل القران كو شيغاي اقنتي لربك ربك اضع بالغيدي
oo ilaahay bari oo adeec oo u sujuud oo u rukuuc. Maha qur-aan waxa ku soo degaya, laakiin malaa'igta ee cilaaqa la yeelataa layidhi cibaadadeedii iyo taqwadeedii iyo diinteedii iyo xishoodkeegii ayaa qilma halkii u sarraysay buu gaadhay. Deedna markaasaa malaa'igtii baa looga qaaday daahi baa layidhi, daahi kashfigii. Deedna qur-aanka lagu magac dara suuraddan suuratu Maryama. Daa'iman qur-aanka waxaad nebiyana qur-aanka waa loogu magac daray, oo nebi maxamed suuratu maxamed baa loogu magac daray, nebi yuunus suuratu yuunus baa loogu magac daray, ibraahim suuratu ibraahim baa loogu magac daray, nuux suuratu nuux baa loogu magac daray. Suuratu maryamana qur-aanka way ku taallaa iyadana maryama. Ilmahay dhashana ilaahay nebi buu ka dhigay, nebi rasuul ah oo reer bani israa'iil loo diray. Waa nebiga keliya adduunka laba goor yimiday baa la yidhi nebi ciise, horena uu u yimiday, aakhira zamaankana uu soo degi doonaa. Oo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa, nebi ciise ayaa korkiina ku soo daadegi doonaa, isaga oo maaragtaane laba malag garbahooga saaran buu arlada iman doonaa, shareecadda islaamku adduunkoodhan kuyu gaarsiin doonaa buu rasuulku yidhi. Marka gabadhu inay mu'minad noqoto oo ilaahay u dhowaato cilaaqo la yeelato ayaa ka mancinaya, gabadhu inay daaciye noqoto ayaa ka mancinaya, gabadhu caalimad inay noqoto ayaa ka mancinaya. Asxaabu rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam masaa'isha xadiidka mas'aladda isku qabtaan caaisha la weydiin jiray. Ibnu mascuud marka loo yimaado ayuu nidi ordo caaisha soo weydiiya, ibnu cabbaas baa su-aal la weydiinayay, ummuna caaisha ordo soo weydiiya. Kii u yimaadee su-aal weydiiyana wuxuu ku odhan jiray caaisha ma u tagtay, haa maxay su-aasha kaaga jawaabtay, sidaasay igu tidhi, waa siday tidhi weeyaan. Mawduuca ay caaisha ay ka hadasho fiqiga hadday tahay, xadiidka hadday tahay, tafsiirka hadday tahay, saxaabadu kama daba hadleen, khalaas kama daba hadleen. Marka inaka haweena waa ka shaqo badan tihiin ragga, oo aqalladii iyo ubadkii iyo mas-uuliyad daakhili iyo aqallada dhexdeeda inika ina saaran, haddana waxaa laynaga rabaa inaad ku mashquulin maaragtaane oday iyo raalligelintiisa keliya iyo ilmaha u adeegidooda keliya inaad ku mashquuline, adigoo dharigii karinaya, dharkiina maydhaya, ninkaadiina raalli gelinaya, ilmahaagiina tarbiyada wanaagsan ku tarbiyadaynaya, ayaa lagaa doonayaa inaad haddana ilaahay xidhiid fiican la yeelato. Sidii gabadhii saalixadda ahayd ee la odhan jiray Ruxlat Alcaabida, habeenkii ninkeedu markuu intuunan iman oo masjidka ku maqan yahay ayaa dhar aad u qurux badan intay sii xidhatay isku diyaarin jirtay baa la yidhi. Deedna marka uu soo galo ayay ku odhan jirtay, hayta laka yaa sayidii iway kane, waa kuu diyaar baan ahay bay odhan jirtay, diyaar baanu ahay khidmadaada iyo raalligelintaada. Markaasuu odhan jiray habeenka uu yidhaahdo waan daalanaho aan seexanayaaye, adiguna iska seexo iska nase. Markuu yidhaahdo dharkay isaga ugu labisanaysay intay saartay meel fiican ku laalaabato ayay dhar waxay xidhanaysay adag oo maaragtaanay baaliya, deedna aqalkayga meel yaroo dusha ayay ku lahayd ay fadhiisan jirtay. Halkaasay markaa salaata leylka ay bilowdo xilliga ayaa salaada fajar loogu eedaami jiray, iyadoo ku geeraaraysa oo leh ilaahayow xidigihii waa kaasoo way daateen, habeenkiina mugdigiisii xaggaa buu kasoo ziyaaday, maalinkiina xaggaa bay ka dhabar jeedisay, boqoraduna albaabadoodii way xidheen, qof walba albaabkiisii hoosta ayuu ka xidhay, qofba qofku la jeclaana sariirta dusheedu kula kaliyoobe. Yaa Rabbi, anigu adigaan ku jecelahay, albaabadan xaristaada iga furo, toobada iga aqbal bay lahayd. Gabar kaloo iyadna addoon bay ahayd, addoon oo sayid bay nin bay markaa maalqabeen ee addoon u ahayd. Addoontii markay ninkeeda habeenka u shaqaysay u adeegto ayay ku odhan jirtay, wax kale ood iga baahan tahay ma jiraan, maya. Deedna markaabay ilaahay bari jirtay, su-aal bay weydiisay, ku tiri yaa sayidii, horta adigu sayid ma leedahay? Haa sayid waan leahay. Oodi sayidkaagu waa? Ayaabay ku tidhi. Markaabuu ku yidhi waa rabbigay, rabbigay baa aniga ii sayida. Markaabay ku tidhi dee sayidkaagu ma seexdaa? Maya, ma seexdo. Dee rabbigaagii ku abuuray hadduuna seexanaynin, adigoo addoonkii siyaasiyad habeenka u seexataa, bay ku tidhi. Anigu adigaan addoonku ahay, bay ku tidhi, intaa aad soo jeedo hurday ii iman mayso, laano adiga aniga maaragtaana isoo gato, isoo iibsaday. Waa berigii dadka addoomaha la gadan jiray, la iibsan jiray,
adeegaaga ayaan heegan u ahay ilaa aad seexanaysana ma seexan kare adiga sayidkaagii maadaama ood leedahay ma seexdo uu soo jeedaa seed u seexataa bay ku tidhi subxaana allah kelmadda ay ku tidhi ninkaas ayaa qalbigiisa ilaahay bedelay habeenkaasaa ugu dambaysay hurdo baa la yidhi isaguna wuxuu bilaabay inuu habeenka wixii ka dambeeyay ilaahay la munaajoodu salaata leelka u kaco marka gabadha muuminada ilaahay waxay kaga xidhmi kartaa gabadhu aqalka dhexdeeda halka ragga la doonaya masaajidda intay tagaan inay jamaca masaajidda ku tukadaan ininka salaadiini waa aqalka dhexdeeda weeyaan diin barashadiini waa aqalka dhexdeeda weeyaan tarbiyadii awlaadda waa aqalka dhexdeeda weeyaan waqarna fii buyuutikunna baa la yidhi waa xijaabka u horeeya gabadha muuminada laga rabo waa inay gabadhu noqotaa gabadh gurigeeda ku eg oo gurigeeda joogta gabadh reer madiino ansaariyada ayaa nabigeenna u timid calayhi salaatu wasalaam markaabay ku tidhi yaa rasuul allah salaada inaan kula tukado oo masjidkaaga ku tukado oon galaashaada ku tukadaan jeclahay bal ka waran markaabuu nabigu ui waa khayr laakiin sida anood igula tukatay masjidkayga waxaa kaaga khayr badan buu nabigu ku yidhi adoo ku tukada ma aragtaane aqalkaaga dhexdiisa ku tukadaa kaaga khayr badan buu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam falidalika hooyooyin iyo walaalahay baa tihiin waxaan isku baraarujinaynaa haddaan doonayno liibaan iyo raaxo iyo horumar iyo khayr haddaan doonayno dadkii war wanaagsanaa inagu horreeya waa inaan ku dayno weeyaan maal dad waxaad haysataan ini maaragtaan exambler maal dad maal aad haysataan islaanimadu waa diin cajiiba way noo qoran tahay siiratu saxaaba iyo siiratu saxaabiyaat cahdigii nebiga gabdhihii adduunka joogay siiradoodii baa lenoo qoray cikrima ibni abi jahal saxaabiga la odhan jiray allah raalli ka noqday abi jahal baa dhalay abu jahal waad garanaysaan waa fircawnu hadihi lumma waa fircawnkii ummadda nebi maxamed inankiisii weeyaan markii uu maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ayaa magaalada maka kusoo socdo kusoo duulay u dhunto u baxsaday baa la yidhi wuxuu damac u go-aansadayba inuu jaziirat alcarab intuu ka tallaabo uu badaha ka tallaaboba xaaskiisii zawjadiisii ummu xakiim radia allaahu canha ayaa maqashay markaa ninkeedii inuu firxay uu baxsaday deedna markaabay nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam deedna markaabay ku tidhi yaa rasuul allah waxaa igu maqalabay tidhi cikrima adiga ayuu kaa firxay oo uu baqayaaye hanu yeedho han soo qabtee oo islaamnimada ha ilaahay ha ku deeqo ha islaamee yaa rasuullah ninkaasi nabad ma la siinu ma la nabadgelinayaa markaabuu nebigu ihi huwa aaminun biamaani illah haa nabad waan siinee oo ilaahay nabadgelyadiisiibuu haystaaye hadduu ku yeelayo oradoo soo kaxay oo ii keen buu rasuulku ku yidhi sal allahu calayhi wasalam bal gabadha muuminaddu siday ninkeega uga fikiraysa eeg ghulaamkeygiiba soo kaxaysatay ghulaam ghulaamku waa addoonkeygii addoonkeygii baa markaa jidka intay kusoo jireen ayuu damcay inuu farxumeeyo markaasay sasabtay ku tidhi waxaad doonaysa waan kuu yeelaya horta meel han gaadhno reer markaa carbeed bay kusoo weecatay markaabay tidhi ninkan waa addoonkaygii inuu dariiqa igu qasbo igu farxumeeyo rabee ii qabta bay tidhi markaasa loo qabto waa loo xidhxidhay way soo socotay baa la yidhi waxay soo gaadhay shaati albaxr badda xeebta ayay timid markaa cikrima ibni abi jahal oo halkaa doon ka fuulay oo doontii uu fuulayna baddii ayaa kacday baddii baa kacday ninkii naakhuudigii doonta waday ayaa yidhi akhlisuu 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 markaasuu cikrima yidhi war ikhlaaska inaad sheegaysaani muxuu yahay markaasaa lagu yidhi waxaa tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh laa ilaaha ila allah dheh markaasuu yidhi maa harabtu ilaa min haada waxaaban ka soo farxayba waa kelmaddaa buu yidhi laana carabtu zaman jaahiligii markay caafimaadka hayaan ee barwaaqada hayaan asnaamtay caabudayeen markay dhibaata ay la soo daristana ilaahay bay baryayeen waaka ilaahay qur-aanka ku yidhi waidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun mar allee markay maaragtaan maraakiibta iyo doonta ay fuulaan ee badaha dhexdooda maaragtaan dabaylaha iyo baddu ay ku kacdo ilaahay bay baryada u barax taraan baa ilaahay yidhu ilaahay keligii bay baryaan
لكن برجع مركي مادانه عجاه دولك أي دجان النبض أي درهمانة شركة جي قال لي ما ذي بكون نقدام بإلهي يدي طبيعة سوى طبيعة بشرك أي كسم يهينه مركي بروا قدنا بن آدم هو يقوقان ما أنت بن آدم الله يرقبتنا إلهي بكون صوردان وأنا صفة سوى صفة حنويا ما هو نعكسن وقفك مؤمنك يا جواد مؤمن هذا صفة الله جمر به وجده قفك إيمانك لمؤمنك وحال دونيا بروا قدنا مركي دستنا إلهي كل شكري dibaat haday kula soo daristan oo Allah sabra wala adkaysta akrama marka dadkan la socdon oo wada gaalo mushrikiin bay haayeen markuu war ikhlaaskaad sheegaysan muxuu yahay markaas lagu yiri war la ilaaha illallah de wuxuu aanu kalmada baa ka soo baxsaday buuri ha kalmada baa ka soo baxsatay ha dadna markabkiiba doontiba la soo celiyay haaskiisi buu markaa ugu yimid oo halka u taagan oo mu xakiim radiyallahu anha xur maxaa ku keenay maxaku keenay marka bay tiri adaan ku socdaa inaad naar ka badbaadid baan doonayaa anigu dee waa lay dili lagu dili maayo waxaan ku geynayaa muxammed calayhi salaatu wasalaam muxammed calayhi salaatu wasalaam rasuulki ilaahay ayaan u tegay oo ku idhi nebi allow cikrimo ayaa kaa baxsaday in abi jahal ee nebi allow ninkaa hala nabadgeliyo oo ku nabadgeliyay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagaan ayagaa soo diray waliba nabi maxamed fikradaad ka haysata maahin sidaad moodaysee basharka ilaahay abuuray waa shaqsiga ugu dulqaad badan ugu naxariis badan ugu dhibrinta badan ugu xidhiidhinta fiican haddii la yidhaahdo qaraabo iyo dad hala xidhiidhiyo waa shaqsiga ugu xidhiidhinta wanaagsan hadday dulqaad noqotona waa shaqsiga basharka ugu dulqaad badan hadday noqoto maaragtaane baarinimona waa shaqsiga bini aadamka ugu baarisan هذين نقطة ما ركتان إن حريصنا خلق جيلا هي أبو رواه كقول نحريص من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأوش يكتب مركا ده نوع يسوق حيس أنت صوص صبتي نحدا مركا مريان إلا وحاس كيسية ويسوق حسلي وارد قبتاي وحاس كاجي ما لها مركا نحدا مريان ويرطى معيو ده نوع مركا بيكوتر هاي سودوان هو يا بي هو ما حي هو بلا يمتين ها ونكا جمان النهاية ها وحاس كاجي متوان هاي لكن متين عكرمه وأذى هذا مشرك باتهاي أنا قلنا قبر مؤمن هذا مسلم عن هو يمسو دوان يسد بيكوتري قبر مؤمن هذا مسلم هذا أيان هاي مركا يمسو دوان كريس عجيب إيمانكو قلب جو جمركا أو جلو عدة يحررين يا نمركا أبو يجرين يين عدة يجوين يا نمركا أبو يكو يفهم يجرين لأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شروط هذا أي مركبة تلقائيا أصحاب النبي يقول أي برنا يين فهميين هاي تري وريا جوكسو سلام تادي وانها هذا ميا مي هذا وحنا هاي قبر مؤمن هذا مسلم هذا هذا قلنا نن مشرك وقال الله تعالى إلى عاد كا إسلام يسيم سو دوان كريس مركاسو يا بي وحود أرن كان مارك تاني إيكا دي إيكا كامن عيي والله هو أرن وين بكويري دين تاني إسلام كي إيك إيكا كارنا بيسا والله هو الدين وين بيوري marka bay ku tiri waliba kii qulaamkii adoonkaaga ahaaba dariiq qadam cayn ugu faruxmeeyo halka reerka hadda aan sii marayna buu igu xiran yahay tiro walaay xirxiray intuu u yimid dib qorta ka gooyay baa leeyay markaas cikrimo marka muunan islaamin uu dilay ninkii baa leeyay magaaladii madiina magaaladii nabiga u keentay cali salaatu wasalaam markii nabiga loo keenay cali salaatu wasalaam nabigu uu soo dhaweeyay cikrimo waa abi jahl inankiisii weeyaan ayaana soo tashkiiliyo diinta islaamka ugu yeedhay waa zawjadiisi تعاونك الله بدو قف إمارك تاني قويس كده حيا وح وقوة إنه وقوة مهم سن حرير كإلى هاي بالله الرب مركو رسلنا نسكت تعاونه إنكم ما أنت وح الله جاي يا بالله بدو قف مركز جور سدان بقور شاو وقوة الرجال كتشنا يا معي أقل هند سنو هاي عيال كينو بنور دشين سوما ها هنكور سنو هاي وح هنبرنو هاي هندوفينو هاي مستقبل كو قدام ما هكفكرنو تعاون وفي عنتهاي لما ديده يو إن هذا المهاجع وحبرتا والمهاجع عضو تعبتا لما ديده يو دين تكو ما ديدنو والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي جوا كي كلها رأك هذا أنت أتكتجل هاي تساعدو يكو فقرايا ودتك دور سنايا وحكا خير بدن والنبي قلنا كو خير بدن يكو أغنياء وبن آدم كباهيد وذا كد يقطن إن أتكتجتا كو خير بدن والنبي قو كيري وسعد بن أبي وقاص مركو لحولها يقدر نحو ذا بحيو حبهم والنبي قو كيري وكل الرب وحنا لبح وحنا قبلها هاجي وبتكاك أوريب والنبي يقول كوني صلى الله عليه وسلم
مركاينا نوبتينا وشغينا مديني سدينتينا إسلامكو لكن تعاونك وقوه الرأي اللي بادوغ في مركز قور سدان وقوه الرأي إلا دوني إني كو تعاونان كو هشيان وإلهي حريقي سيني وضاقب سدان إن دينت إلهي كو وضا شغيان إن دينت إلهي برتان لأن أدويدن ملا دقيا هماها أدقوا دمن نكادونا أو دمن إلمها قوى دمن أيان ما شاء الله سعلا وإلا وضا تقيا وآخره سدى أدويدن إهلوا هايدين حدا دوني إن أدرير كاقية أوبت كاق آخر إهلوا نقطان أنت أدوية للجوج وأين إلهي طاعدي سيد دين دي سلقود دالو تاس أمرك أصلا قبر صالح هذا وصلفك كم إذا هيد وحي نيك هذا كتلي نيك هذا مركو صباح دي مهارد دي يكسب يجيبه وبحو وصي سعودي مركا بك هذا بحد الشيء ورما بحدي هاوان بحي بكولي مركا بك تريد جيسو فرين بانكوش هيجي اتق الله فينا بكتر إلهي نجا عبسو الله نجا بق أني علمها يا جاس أني عروت جاس الجاجد أدونك وانو صبرينا لكن نار تأخر أو صبر كريم من اللغمة حاران أقل كي يقصو قلن بكتري أفرسو هو يو مؤمنة صالحة مربية كفكرة مستقبل كأوبت كي وايو هذو نجاقو أترادون لعقو نوكين لعقو كين مش هدون تبقى كين ولا عقون كين هذا تراب ولا عقتها سي إساقنا الطريقة يكسوق الشباب وقابي يلي وايو ويحي هورتي سبا صومرا بهافيه وقعو صوصيه وقابيكي كسيو إلمها قصيه رير كاسي وحي نغونا يان أقل كاسي أولا معصية كسو بلا ميسا معصيه لأن الرزق كسب حارانا هدو أقل كسوق له وبدكي يرير كوردن وحا كبلا ما يقوري معصية كبلا ميسا يطقيان يقلمو رزق حلاشو طاعد أيو غفك أوكعيا طاعد أيو دلا طاعد أيو بركة نلوش قليا رزق حاران أوبت كي ريركا كسو قلانا باليدي داتك معصيدو كو ديري قليا معصيدو كو كعيا إلهي كبق بيكو تدي أني أوبت كي يغاس ماركي قاجد أدونك وانو صبرينا وانو أتك سنكرينا ومال مير لكن عذابك آخر أتك سنكري ميني لغمد حاران أقل كهي يغسو قليم بيكو تدي إلهي كبقو إنك أنا مانتا ده حال كأنه هالكو مرة يواد سكوك تيني شيء جمايو. دمر أوينك قبل صالح هذا ونون أكسن وإلهي كل حدا نوم من هذا نوي جرام ومساجد والله ينتهي ما دانا مع علماء ده إلا صوحي رجال رجع علماء ده ويدينا يو وكله نك يجي متو كذا محان كي يلا وبد كي يجي متو كذا محان كي يلا نك يجي مساجد ما إيمانه يمحان كي يلا قبل درين كعب ويد جرام لكن ما أنت انتهى نبضا ما أنت حق خير كوا كوير نهو حق شر كانوا بضنا هاي ما أنت arka ilaahay aanu soo noqono ha toobad keenno ikrimah radiyallahu anhu islaanimada inuu soo galo waxa sabab u noqotay waa walaa waxaaskiisa umar ibn khattab radiyallahu anhu diinta islaamka inuu soo galo waxa sabab u noqotay waa walaashi fatimata bint khattab makkah markii la joogay umar seefta intuu soo qaatay buu yiri maanta aniga muhammad weeyaan ama muhammad ba magaalada makkah joogi ama aniga un ba joogi isagoo dariiqa ku sii socday nabiga kaleey salaam meesha uu joogay سعد بن أبي وقاص ما كوري مدو كويري يا عمر حقدو سعطا وعر محمد بانو سعدا بوري إما أنيقا إما إساقا بوري مانتا حاد كربتا محمد ديو دين بو نولي مدو أنو قرنين بوري إله يدي يدي بو نقع عبيي آبا ياش يدي بنتان أهل النار بو كوشيغي عقلا دي يدي نصفها بو كسو قادي لبدي وضدلتي ومدح اسكو قليي محمد بلايون لدحي مدو مانتا أما إساقا إما أنيقا أما وأنيق أما وأيسق أدونك كبحية وعري محمد واحد كدوني سوى قدر بوري محمد طل يرير بكرد شيء واحد محمد كدوني يسد أقلك ولا شيء إنه يعلم أكته بكوري دينك محمد ولي مدي صوت أقلك ولا شيء نحت الله ما بكوري سعد بن أبي وقاص مركا أو إسلامي إسلام نماذج سوى قرصنا يا أو عبسنا يا نبي جن عمر كجدي بوسلي هيو بل أخف الضررين عمر هكون نقد سيديك وكحش وسعيدة يا ولاشين وون حريصانية حقا نجدي بلاي بلاي ذا صعطة والنبي قال كجدي ده نمر كاسو وسوق لو وريجي أقل كيب سوق له مركا ولاشي دي بدأ إنتو صوص عذاب ومغلا مركا القرآن كي والله آخرنا يو خباب صحاب الأورنجر رضي الله عنه أيا مركا أي مدي أو القرآن كأيو بري الزوج كا فاطمة الزوج كذا يضبع خباب با مركا قرآن كبرا يي
وسورة طه أوائل كيغا انتي سودكتي أو لوغو صغر هاريك أيو مارك تاني كدو لخرين يوم معنين أيي مرة اللي مرقى فاضومة مقاشي ولالك عمر وصو سعودة أي آذو النحذ عمر نين أذك بوها نين أذك وآذي آذو أذكو أن وحبل لمريكا رين بوها لأن مرقى قريسي ساقية ميل بيكو قريسي يدي ينينك يجينا وي سودة ويون وي فريسيين عمر باكوري هنو هنو هذا نقو مقلا يوام حاجوري حبا مجرام يكو ترى محاجر اسخابوجي حبا مقلا شيئ يقول أقلك وحبا صوق لي ومعا صوق لي لا أقلك دين محمد باقلك أتكو هاي سانة القرين سانة فاضومة الشيك وورقد واحد أخرية سنة إيديب مركا صدوانا إنو كقا على مارك تاني ورقد حرقي وكو قرنا مارك تاني قرآنك ويكب بود مركا ويكلب بود يدنا لأن مركا سيدقي بو درباحا كو دفتي ولا شيء بو درباحا ينتو كو دفتي نولك أولاد عضي مركا بي كتري وروحا دوانتا السماية بي كتري أنا يزدوج كي قبوان إسلام ني كتري قرآن كان إلهين كو ديبي مين نبيت رواية نين نجاس آتاين نجاس إما سو ميرا إما سو ويسيسو labada midon baan quraanka ilaahay kugu dhiibaynaay waxa la waxa sameyn karta samee diinta islaamka ee muhammad uu noolay imidayna waa xaq tuu ka noqonayna ma habay ku tagay umar waga ku bariyay markaas sidigi dhulku la dhacay walaashii dhulku ku dhiftay isagayna madaxa iyo qabsaday markaas uu ila diinta tacab u galeen dadkani moogta walaashii u dharbaaxay sidigi laabtu kaga fadhiistay إلهي عز وجل مركا قلبك عمر با إلهي جلعيي وحر يديب هان أخرية سوى إساقابو وسوى إساقاتي مركا سيوديبتي عمر نين ريما قالو وحخرية بوها مركا هربا دينا مركو أخرية طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إلى آخر الآيات مركو عمر أخرية أيوه أين محمد محمد إيجيب عليه الصلاة والسلام قرآن كيراه مركو أخرية بقلب جسيبا جلعي آوي محمد هالكوجوجا إيجيا خباب ومرك الله قرينا يي ومعلن كي مركا فاطمة يزوج كده قرآن كبري يها أي سرير تكسو هصب حيوري أبشر بوري يا عمر حليتوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أنا لابد ذا بقولكم مغلا يسوع الدعينا يا والله عمر متكود الله ودين تم كعزيب والنبي يقولها عمر بن الخطاب وعمر بن هشام عمر بن هشام وأبي جهل ويان عمر بن خطاب وعمر الفاروق ويان إله الله دا عمر والله بن قريش وجيس النبى بن يبيها يان لأن دين شخص جيسية شخص سخية أو غنية أي دين رحوق بنكر ولا ليال إله الله دا عمر متكو دين كل عزب النبي قيدي دعاء أذاك وقول على بشار يسبو كيدي قعنت أن توصل قبته بأوكان النبي صلى الله عليه وسلم وفرح رسول كيلو عمر ولا شيء وحبو يا لي لكن قلبي سبا إلى هاي فري قلبي سبا إلى هاي أفر النحرستي مرقاس حمزة النبي قال له عمر بس قص عضو سيفنا وات مرقابو النبي قال يسوع قلي أنا جي إني كنا بنانك كهدا مرقاس لو قلي النبي صلى الله عليه وسلم وكبو ذي النبي هل كاس عمر قبت مرقابو كود أسلم يا عمر أسلم يا ابن خطاب اللهم اهديه وعلى الدعوة يدعو النبي قص قدري ورنا خطابه إسلام النبي يري وحاولنا إله عمر بن الخطاب قلبي ساداه السوجيدي مركا بول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله سلام مركي بعمر وحويري مسلمين تمركي مغلان عمر وشهادنا يتكبير بكل دفتان مركا بول يا رسول الله حق ما كنت أغنى هاي مسا كمت أغنين وان كنت أغنى هاي أيكونا باطل ما كنت أغنين قريش مسا كمت أغنى وان كنت أغنين حق الله قرين ما يمانت وحي قدن بي بناك وصل صربوكي عزي إسلام كابل عمي يا أنا أصبابا هوني فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها ما لنتو عمر إسلامي إسلام كعزبا وكردي ما لنتو عمر خلافة إسلام كوقبتينا دين دي إسلام كأدون كوف الدو عدالة دي بأدون كونان قادي دور كاسي دمر كو دين تكسوقاتين دور عجيبة دين تكولي دين وقادا سادر تيد قريهينا يان دين تكو برانينا guriyaha dhexdoodan u badkeena diinta ku barayna gurigaaga adoo jooga la raba ilaahay inaad xidhiir fiican la yeelato jiil fiican inay soo baxaan waxa uu sababa waa haweenka inuu hagaaga jiilalka soo socda inay naga xumaadaan ee lumaan waxa uu sababa waa haddii haweenku naga xumaan inay naga lumaan mihwarka dhanba wuxuu ku wareegayaa waa haweenka laana ilmuhu inta badan ma abuu la jooga mise hooyada hooyada
هو علاقة لليه المهم تبطن هجاك قال هجاك تان بلشده أردن به هجاك بيكاد يجنت هاي هواينكو بأنانت أم حمانت هواينكو أي نجح حمادان وعقد يجت بلشده أردن به نجح حماته وقادو نقول له ميسا سادر تيد با وحيد هذا دعادو هل نن أولية قبض قبض مؤمن ذو إله علاقة لليه كننو أولية كفل لبلنت هاي كننو أولية كفل لبلنت هاي كن قبض مفسدة أو فاسدة أو بنانك أو بحدينا كنن أي كف فساد بلنت هاي بالليل سدادرت غريقة هذا جوغا لربعين الدين هذا برتيد علم هاجنا الدين تكتر بيديس فاطمة بنت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها أبيه محمد عليه الصلاة والسلام بوالدها يا كان شرف بدن قبل ناس ما لين تي لمن يسنا دمر كريم مدينة كركودة تجنا واحد كلا در دارم تي كركودة تجنا سرير بميت كلكو قاده يا مركز سرير تبنان كلو سارو ميت كنق نقا قيس أيام ما ركتان الله أركيا وعي كتري ميت كيجا رجو إني أركان مر بيه تلك هنا بيكتري ميت كيجا تقول الله يدين هذا هو بعد موت هذا كل هذا هاي يعني الميت تيجا دغدغاقي سل أركن أنا كنا ما أنت هؤلاء كني واحد سوق هذا فردية وحيبنا وقبله هني والله يا بني لأن عشكنا ما نقانا أنكو يقف قال دول صار هي سوق دغدغاقي أنا الأركي أنا عشكنا ما نقانو أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجتي جعفر بن أبي طالب وأرض الحبشة مركا هجردي كسو نقطي وأرض الحبشة كسو أركتي نحش كان طفك سريت اللي قد حردي مرضنا اللي قد الحردي كسو أركتي آيات تلمام توتر نحش عين كاسان كسو أركي أرض الحبشة مركا بيتر علي إنما دي لإيقو الشيقة كاسو كان عنيك هلا إيسامي وهلا إيدي أريي بلو فرسو كيف الله سميي علي حسن إيو حسين زوج كيدي إنما دي إيكام ميري علي العلي بام ميري فاطمة إنما دي دام ميري إياك قادو الله حشك كده حريدي إياك مرادة قدو الحري كل كاسة بنانك ولا صوب حين يدو ملك موقن مركزة دو مركز ريم مدينة ودو عين جرين ورين جرين فاطمة إله قبر جها ونوريو أدون كدو شهدين وين أسطورة أهل البيت كنبيكو نبي محمد رير كيسو سيدا قبره والله أسطورة الله أسطورة وين نبرين أياك أنا كنت إنسان نميت يجو ينوق رسالة فاطمة هنا كان ما أنت قبله إني ما أنت كورما إنكم ما أنت أنتي إن الخير كده يسنا يسا أنتي دين ت يا خير ك دين تجعل هذا دين تدنين سباتهن لكن ما أنت قبله إني كورما ما أنت قبله إني مسلمات كها بركة الله ينود من دافع الله ينود من دافع الله ينهانوني يو وزمن كنا أدقي هاي فتن تنا وايب بدتي لكن إلهي هنوصل نغنى بس مخرج فتن توحى الله جبها يا كلي وما هي إن الدين تنا وصل نغنى والدين تنا غلدنا كل حبرنا والزوج كنا نجوري قد حدث سكر عليه قالينه أن أولادنا الدين كتربية دينه أسماء بنته يزيد بيها الجبر دي صالح حد هاي إن أنت هذه مركز دستي القلبين يسي هوين يسي كتري دردارن كما دم بيسان كوسين بكو تري دغيسو عشكي اد كوجيرتي واد كبخداي عشق واقل كبولكا عرفي وحي لهاين ددكاسي غبدو الى 9 جير 8 جير اي كغاريسو رغا واسك دخ دخ سوسونيسي لكن 9 سنه مركي غبدو مدخ لا غشو حق دمبي هويدي يا بيت كفريسنيسي ما سو بخاين مرغا 6 سنه اما 7 سنه قياسي وخا لا يابا غبدو إنه هو يأبى جدا شو دفعنا ده ونادي بده وصوب حين بقى هذا يبنان كوسو بقى حسنا يدو جلباب سيدا تو أبيهات قعنتها هيو أما ولا الكيد قعنتها هيو أما أذير كيد أبى الله دش أو قعنتها هيو أما أبتي هو يلا دش أو قعنتها هيو بس صوب حيسا بس مرجعي هبين كي جبر ده هو ينيه كتري عشقيات كجرت وات كبا حدا كتري أقل قال عاو تجي سنة جوجش دش يدو واحد يقول تجي دون تاش شخصي أنا الهرو أركن دول النقاء سمو إساقو نكون نقاني هو يو النقاء
أبو كلو كون نغني ولا شيء أكل أون نغو ولا الكايو كلو كون نغني إندي هي سائلالي أو دكتي سائلالي أو سنكي سائلالي مركا بيكو تري صدح ذهر وان فهمي صدح ذهر دنبي معنى إندي هي سائلالي بيكو تريو مركو كو إمنا يو إذو قرح بدنا كوي ما دو فرحان سن دكتي سائلالي بيكو تريو هذا الحن ننكا قوليقا هم قشين سنكي سائلالي بيكو تريو أدو أدقون مروال بنكاقو هكوسوه إليه كتري جامعة قريقا جامعة قريقا جامعة أسماء بنتي أبي بكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم مركي لغو سودو لحجاج كو سودو لي أيه كتري دعني وعانقوك إيه كالب يا كتري مانتا كل ما عانقو دي عيدا سديد كن أو نمبا كو سودو شيبا ليدي وكو سو سعطا ودقال نوحو برد حديتو لسكو وعبد الله بن الزبير بن عوام أسمانه وإن أبي بكر ويان ذات النطاقين مالنت أبي بكر ينبي قد كأي كجرين وقبر ديو أدي جسي نبي أبو بكر عمتد أكين يسي ويان جسيد شجاعة مركاس أي كتر دعني وعانقو كبي كتر هو يو إي كالا بي كتر هن كلما عانقو دي حجاج سو كوكما سو دولين ها هذا الدين هذا الدوية دون أي سنة اسكو ديب دي دين تا دي إيبسو لكن آخره وحقه شيء يا نبي محمد يا أبي بكر يا عمر باتي وناك سنة اتكسو جدي أركي ميسد بيكوتري أقوى بيتوال خسارته هذا الدين ودقال لما يسد بيكوتري الجهاد كل ما هنصو نقوم بيكو نبار كان هسو جدي مرحبا مركبا يسكود جسال ليدي وحي كدر انت مركب هوستي سوحو قشد برو مركبا يكوتري برتنا هوستك قشد محايتهاي وحو يدي إلي إيغوغويا ما كبغا يابون هدي إدلان وعيدا سيديت كنا وحي أغسو دولي إنتا كرايا وان دقال لمي مركان دعانا وحا نسلاح يينكو غوغويني هو يدا ميتكاقا حقارتا نسلاح يبوني مركا بيتر نافقا مرها دين لدورعو هاري كسيبستو نافقا دينتا ميسا 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 هالكا وحي ترفولين نبا كامو قطيس كسار بي كترو دقالكا قل sodo u dagaalamayay 18 maalmood buu halka ku dhintaa leeyay sodo u dagaalamayay kaliyi asma bint abi bakr dad waxay soo saareen taariikhdu ay ka yaabtay sidii ahaayeen marka insha Allah inaku han dadaalno oo guriyeena diin han ku amirno oo awlaadeena quraanka han barno oo daacwada han ka shaqeyno oo jamacadada noo imani han istiqbalna insha Allah soo diyaar ma nihin insha Allah Allah inagu waafaco wa da wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayidina muhammad